ملاحظة كتير مهمة بالنسبة لي، الأشخاص اللي بيحبوا يخضعوا لشد وجه بالخيوط ستريس. هلا بالمجمل في أشياء كتير أكيد راح تكون تحت تخدير موضعي، ممكن نعمل نيرف بلوك يعني إحصار عصب أو انفلتريشن على المكان اللي بده يجوا فيه يمروا الستريس. بالمجمل في شوية ألم، في شوية إديمة لازم ننتبه عليهم. إضافة إلى ذلك لما نحن بنحط الخيط لازم نرفع الجلد ونعمل ليفتنج، إذا بس مررت الخيط مش رح استفيد تقريبا نسبة الاستفادة من 0 ل 5 أو 10%، وبتستفيد فقط من توليد الكولاجين حول الخيط، ولكن أنت بدك ترفع الجلد. هذه الرفعة للجلد رح تخلي عندي تجهيد بهذه المنطقة. عادة ممكن نبدأ هذه أحد نقاط الانسيرشن، زاوية الفك وكمان عند عظم الخد. هلا لازم نرفع الجلد، وبعدين الجلد بيعمل إعادة ترتيب بالمكان الجديد. هذه بدها تقريبا من أسبوع لعشرة أيام حسب تقريبا نوع الخيط، وأحيانا ممكن تكون أكثر بطرق تانية، ولكن عادة بالمجمل إذا كان الشخص بوزيتيف يعني بيعرفك فعادة 7 ل 10 أيام رح يكون مقبول الوضع. طبعا في توصيات هذا بتصير انه الصلاة او توتوا لقدام او ترجعوا لورا لمدة 3 أيام تقريبا ممنوعة، اضافة النوم بده يكون بهذه الوضعية ممنوع على جنب. طبعا لازم ناخذ انتي بايوتيك، لازم ناخذ مسكنات، لازم ناخذ حبوب تخفف الورم، وراح نطبق انتي مايكروبيال كريم في نقاط الانسيرشن. ممكن انا ما بنصح نحط ثلج، لانه احنا بدنا نولد الحالة الالتهابية، والثلج بيقبض الاوعية الدموية، فلا يفضل انه نعمله. ممكن نعمله قبل، ولكن اذا كنت عامل تخدير مع ادرينالين فما في داعي، لانه بخفف لي انا من البروزنج التورم او الكدم الميسوري اللي ممكن تطلع بعد منه.